هاي بنات، لوكنا اليوم ان شاء الله لوك فخم في جليتر وفي حركات، مناسب لينا للسهره ومناسب لينا للعروس. تابعوا معايا اللوك ان شاء الله يكون على ذوقكم وان شاء الله يكون سهل عليكم. تابعوني. اول شيء بنات لازم نتاكد ان البشره نظيفه قبل ما نحط المكياج، اوكي؟ فراح استخدم اللوشن ماركه ميك اب فوريفر علشان اتاكد ان بشرتي نظيفه. بعد ما نظفت البشرة راح استخدم كريم العين من كلارنس علشان ارطب تحت العين. والخطوة الثانية راح استخدم الدبل سيرم من كلارنس علشان ارطب البشرة بالكامل علشان تكون البشرة صحية ورطبة. بعديها راح استخدم البرايمر ماركة اسينشال. طبعا ميزة البرايمر انه هو بيكون حافظ للمكياج وبيخليه يضل معانا فترة طويلة، وفي نفس الوقت بيكون عازل ما بين البشرة وما بين المكياج. راح اوزعه بالاماكن اللي بيكون فيها دهون. راح استخدم مصحح البشرة ماركة اسينشال، ومنها ان انا هستخدم الكونتور والكونسيلر ككونتور للوجه. هستخدم اللون الاورنج تحت العين. هستخدم الفونديشن ماركة كورف، راح اوزعه على البشرة بالكامل. بعد ما حطيت الفونديشن لازم اثبت الفونديشن بالاسفنجة من ريال تكنيك. هرد احدد الوجه بالكونتور نفس الماركة تبع اسينشال. راح استخدم اللون البراون. أرد أدمج الكونتور البراش ماركة استاتيكا. راح أستخدم البلاش الكريمي ماركة ميك اب فوريفر درجة 410. دلوقتي هستخدم البنانا باودر ماركة أوبال كوزماتيكس، هوزعها تحت العين علشان أعطي إنارة وتثبيت لون الكونسيلر. هستخدم البودر برو من ماركة ميك اب فوريفر درجته 2، البراش ماركة انستيزيا. دلوقتي هستخدم الكونسيلر البيج على الجفن بالكامل علشان اثبت عليه الشادو. هستخدم باليت الشادو ماركة اسينشال، راح استخدم اللون البراون اللي مايل للبيج. هستخدم الدارك براون نفس اللون اللي استخدمته فوق العين، راح استخدمه وادمجه تحت العين.
هستخدم الكحل الأسود داخل العين ماركة كلارنس. هستخدم على الجفن المتحرك ماركة ذا بالم. هستخدم الستيك شادو. هستخدم البيجمنت ماركة إليماسكا لونه على برونز. هستخدم الجيل لاينر ماركة ميك اب فور ايفر اللون الأسود. هستخدم الشادو الأسود، هدمجه تحت العين. ودلوقتي مرحلة تركيب الرموش، راح استخدم اس اس لاين والصمغ بينك جوت. هستخدم الماسكارا سموكي لاش ماركة ميك اب فور ايفر. طبعا كده خلصنا مكياج العين، فأشيل الزايد من الباودر. هستخدم على باقي الوجه ماركة شيسيدو الباودر، طبعا حصري بوتيكات. هستخدم الكونتور الباودر ماركة اسينشال. دلوقتي هستخدم البلاشر ماركة اسينشال. راح اخد الدرجة الوردي مع الدرجة المشمشي. قبل ما استخدم الحمرة راح استخدم ترطيب ماركة ليبستيك كوين. هستخدم قلم التحديد الشفايف ماركة ميك اب فريفر سي 11. الحمرة ليبستيك كوين. دلوقتي هستخدم الإضاءة من ماركة إنستيزيا الكيت جلو. هستخدم مثبت الميك اب ماركة ميك اب فوريفر. وبكده وصلنا للوك النهائي. ان شاء الله يكون عجبكم، يكون سهل عليكم. طبعا كل البرودكت اللي انا استخدمتها موجود في بوتيكي في بوتيكات. معكم خبيرة التجميل أسماء البريك، صاحبة صالون أثينيا بيوتي. ابتديت مشواري تقريبا من وأنا عمري 16 سنة، كنت بمصر، كنت بحب الميك اب، بحب الرسم. ابتديت أشتغل بالوسط الفني مع فنانين. طبعا في مصر كان المكياج جدا ناعم. جيت الكويت تقريبا ب 2006، تعلمت المكياج الخليجي. الحمد لله ابتديت مشواري. كنت رسمة لنفسي لاين معين أنا أمشي فيه علشان أوصل للمرحلة اللي أنا فيها دلوقتي. والحمد لله بكل سنة بمر بنجاح أفضل من السنة اللي قبل، لأني بحب شغلي جدا. اشتغلت مع كتير من ماركات، منهم ماركة ميك اب فوريفر، اشتغلت مع لورا مارسي، مع اسينشال، وإن شاء الله قريبا مع ذا بالم. والحمد لله رب العالمين متوفق جدا بشغلي، لأن بحب شغلي جدا، بحب المكياج، بحب أعطي كل شيء من القلب لكل متابعيني. عادة بحب أختار منتجات بعناية جدا في بوتيكي، سواء كانت ميك اب أو عطور أو عناية بالبشرة. بختار المنتجات كلها تناسب جميع الفئات، وبختار أحدث المنتجات الموجودة بالسوق علشان يكون في اختيار شامل لكل البنات لجميع الماركات.
بالنسبة لي بحب المكياج الفخم اللي يكون بارز للعيون، بمعنى أصح يكون بارز للعيون العربية. أحب الجليتر، أحب اللمعات، أحب إن البشرة تبان إن هي فيها جاذبية عن طريق الميك اب. بحب اختياراتي للحمر شوية تكون غامقة علشان أبرز بيها رسم الشفايف. بالنسبة لذوقي بالعطور، أنا بحب العطور العربية جدا، أحب ريحة العود، أحب ريحة البخور، أحب ريحة المسك، بحس فيها بجاذبية أو بحس فيها بريحة الأنوثة. فاختياراتي كلها في البوتيك تقريبا هي عطور عربية، بحبها أكتر من العطور الفرنسية بصراحة. بالنسبة للنصايح اللي أنا أقدمها للبنات، هي العناية بالبشرة مهمة جدا علشان نوصل للوك ميك اب حلو وفريش، وان البشره تبان صحيه. لازم من الاول ان احنا نعتني ببشرتنا، سواء بالغسول او التونيك او المرطب وبازاله الميك اب كل يوم. لازم نستخدم ماسكات للعين، ماسكات للبشره، علشان نحافظ على بشرتنا على طول يكون فيها نضاره وفيها رونق، فيبين معانا اللوك بالميك اب، يبين معانا حلو ومرتب. ما تكون البشره مبينه انها مجهده، او ان البشره غير صحية، أو البشرة باين فيها حبوب أو مسام. فمن الأول إحنا لازم نكون دايماً مستمرين بعنايتنا لبشرتنا.